معاكم من داخل غرف خلع ملابس النادي الاهلي بعد الفوز المهم ده. تمام، ناخد دلوقتي مين؟ ناخد واحد من نجوم النادي الاهلي، وليد سليمان كابتن النادي الاهلي واحد ابرز اللاعبين في تاريخ النادي، مش بس في فتره من الفترات. يا كابتن وليد، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ومبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره واللعيبه رجاله على قد المسؤوليه الحمد لله، واثبتت للناس كلها ان احنا دايما الاهلي بمنحدر، ودايما لعيبه رجاله النادي الاهلي بتظهر في الاوقات الصعبه الحمد لله. الظروف كانت صعبه جدا قبل ماتش، اصابات كتير جدا بشكل كبير، عدد لاعبين غايب مع المنتخب عدد كتير كمان. انت ككابتن فريق النادي الاهلي اتعاملت ازاي مع المجموعه اللي موجوده، وقلت لهم ايه قبل مباراه صعبه امام مونتيري وبطوله كبيره زي كاس عالم؟ اكيد احنا اتكلمنا كتير جدا، بس طبعا معدن اللعيبه ظهر، ومش اول مره يعني نمر بظروف صعبه زي كده، تعودنا. بس دايما زي ما قلت لك ان احنا دايما بنتكلم مع اللعيبه ان الاوقات الصعبه هي اللي بتخلق نجم وبتخلق لعيب كبير ولعيب على قد قدر النادي الاهلي. الحمد لله اللعيبه ما خابتش ظن حد، وكانوا على قد المسؤوليه، وطبعا يعني كان بيدينا دافع كبير جدا الكابتن الخطيب والكابتن حسام غالي قعد معانا برده، وبقول مبروك واللي جاي افضل ان شاء الله. جمهور الاهلي كان مالي الملعب، اكيد هو اللاعب الاهم اللي كان ما كانش غايب النهارده وكان موجود معاك، وحابب تقول ايه لجمهور الاهلي؟ اكيد طبعا جمهور النادي الاهلي دايما بيساندنا في كل مكان، وزي ما قلت لك ان جمهور الاهلي دايما على راسنا، وده مش جديد يعني، مش جديد على جمهور النادي الاهلي.